إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته، واحفظوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، فإن الله سبحانه وتعالى يغار وغيرته جل شأنه أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند ابن ماجه حسن سنده أهل العلم، ونحن نتحدث عن لفظ الثلاثة، فثلاثتنا اليوم أمرهم عجيب، ربما منهم من يرتاد المساجد وربما لا يرتاد. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كانوا لا يرتادون المساجد فهذه مصيبة عظمى، وإن كانوا ممن يرتاد المساجد فمصيبتهم أعظم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أو لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، واشكله الله. وصلاة هذه مشكلة، لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. رجل هم قوما وهم له كارهون، واحد يصلي بالناس والناس من ورائه تكرهه، لكن إذا كان قال العلماء إذا كانت الكراهة شرعية بأن فيه شيء يخالف الشرع ويخالف الإسلام ويكرهه أو تكرهه جماعته الذين يصلون وراءه من أجل ذلك، فهذا هو الذي لا ترتفع صلاته عن رأسه شبرا. لكنه إذا كان هوى في النفس قال له: إني أكرهك كله أرضي
إلا للنساء. فما الحب إلا للنساء؟ إذا كانت الكراهة للإمام شرعية فعلى الرأس والعين، وإن كرهها نفس فما الحب إلا للنساء. فالمصلحة العامة هي التي تغلب. بهذا قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: رجل عم قوما وهم له كارهون، وأخوان متصارمان متقاطعان، قد تكون أخوة النسب وقد تكون أخوة الإسلام، ولكن حتى يعلم الناس ما معنى هذا الكلام، فبعض الناس ربما جاء على نفسه وتحمل فوق طاقته. فأوضح، ما المراد من أخوان متصارمان؟ وما هي القطيعة؟ ومتى تنتهي؟ إذا فيكون ذلك وتكون تلك القطيعة. النبي صلى الله عليه وسلم قاطع وهجر عددا من الصحابة لأمور شرعية، فالذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، لأن الهجر أمر شرعي. واعتزل نساءه شهرا لأمر شرعي. فإذا كانت القطيعة من أجل أمر شرعي مخالف للشرع فلك ذلك. إذا كان وقس على هذا باقي الأمور الشرعية، رجل يجلس في مجلس ثم يغتاب عباد الله يقع في أعراضه، فهذا تهجره؟ تنصح ما استجاب تهجره؟ لكن إذا كان الهجر في أمر غير شرعي فالتسامح أولى. شيء من المال، يعني شيء فيه حظ النفس، طلبت منه خدمة وما خدمك، شيء فيه حظ للنفس هذا لا تقل. أما إذا كان من أجل أمر شرعي فلك ذلك، حتى يرتجع، حتى يرعوي، حتى يزدجر وينزجر عن ذلك. وإذا كان ربما هناك أمر فيه حساسية شوية ينال عرضك، ينال شرفك، ينال من رجولتك ومروءتك في مجالس الناس، فهذا تهجره لأن هذا أمر شرعي. ولكن إذا امتنع عن ذلك وتاب من ذلك وتأكدت من ذلك فربما من أجل الإسلام تعطيه حق الإسلام، لكن لا تقربه ولا تبنيه مثل ما كان، ما يرجع مثل ما كان، ما يرجع، لأن النفوس هكذا. لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم متى تنتهي القطيعة،
يبدأ بالسلام فأنت عليه السلام. سلام عليكم وعليكم السلام، لكن خليك بعيد وخليني بعيد. فهذا ليس مقاطعا، هذا ليس مصارما، لا يدخل تحت هذا الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما التقى به الذي قتل عمه حمزة وحشي أسلم وحشي وحسن إسلامه وعوض مكان حمزة بالرجل الذي ادعى النبوة فقتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لكن قال له: غرب وجهك عني لا أراك، حتى لا يتذكر حمزة. هو عفى عنه، يعني لو التقى برسول الله فقال السلام عليكم لرد عليه رسول الله وعليكم السلام، لكن قال لا أشوفه قدامي بس، لأن النفس والقلب يتألم. نحن بشر، واحد يقع في عرضك وفي عرض أهلك ثم تدنيه وتحتضنه، لا. ولكن السلام عليكم وعليكم السلام، حتى لو ركب معك في سيارة هكذا قضاء وقدرا فعطس قال الحمد لله قل له يرحمك الله، وهكذا. وليس من الشرط أنك تقربه كما كان، فبذلك تنتهي القطيعة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا كان السلام موجود فليست هناك قطيعة. وأخواني متصارما لا ترتفع صلاتهم عن رؤوسهم شبرا، انتبه. وأما الثالث فامرأة باتت عاصية لزوجها وبات زوجها عليها غضبان. إذا كانت ما تصلي ما عندك حق، من الأساس إذا كانت ما تصلي ما عندك حق، لا تكسر حساب لزعلك ولا، لكنها إذا كانت تخاف الله ومحافظة على صلاتها فلتعلم متى ما بنت أيها الزوج ولك حق وبنت غاضبا عليها فلا ترتفع صلاتها عن رأسها شبرا. النساء ضعوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن أسيرات عندكم. عوان عندكم يعني أسيرات، ليس لها حول ولا قوة، ترى والله ليس لها حول ولا قوة، ما عندها إلا هذه قطعة اللحم التي بين فكين بس، وأما غير هذا فهي مخلوق ضعيف. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يراعي تفعل ما تفعل لا يواجه ذلك إلا بابتسامة منه عليه الصلاة والسلام. فالمرأة مخلوق ضعيف، ومع ذلك جعلها الله سكنا لك أيها الرجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الذي لم يتزوج لم يسكن، يعني في الشارع، معلش التعبير حقيقة، اللي ما عنده زوجة يسكن إليها هذا في الشارع، حتى وإن كان داخل البيت ما في سكن، راحة واستقرار لا يوجد. مع ضعفهن جعلهن الله سكنا لنا سبحان الله. فهذا هذه المرأة وهذا المخلوق الضعيف الذي أعطاكه الله حافظ عليه وراعي ضعفه. خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيم تعدل كسرت، وإن تركت بقي كما هو فعلت. هكذا خلق الله، أفلا ترضى بخلق الله وبقضائه وقدره؟ بل وجود المرأة في البيت إذا كانت صالحة خير. يحدثني أحد الإخوة عن صديق له في نفس العمل، يقول عنده زوجة، ومتى كان حجنا بالجمعة؟ الحج الذي مضى أظنه أو الذي قبله، يقول كانت حامل
يقول فجئت عنده وقلت تكفى تكفى يا بنت الحلال انت حامل واليوم جمعه ووقفه عرفه الحج الاكبر فبالله لا تنسينا من الدعاء والله اخبرنا وضعت في نفس ذلك اليوم امه ودعت الله بثلاث دعوات قالت اللهم ارزق زوجي رزقا واسعا ويسر لنا امورنا واصلح لنا ذريتنا يقول هذا الاخ بعد اسبوعين واحد من زملائي في العمل قال لي الوالد يبارك يقول فرحت له قال له يا ولدي انا عندي مخطط في المكان الفلاني وابغى منك تسوقه انت تسوقه وتبيعه ولم يمض على الرجل ايام الا وكما يبقى في المثل العام يميل للطاقيه بيع وشراء ورزق الحلال وهو يحدثني بهذه القصه قلت في نفسي استجاب الله له لها بهذه المراه الاولى ومن المؤكد ان شاء الله ان الله يستجيب لها الدعوات الثانيه الباقيه وجود المراه في البيت خير اذا كانت صالحه وانت يجب ان تتحمل ضعفها وانوثتها ورقتها قدر الاستطاعه وعلى الاباء ان يعينوا بناتهم على ذلك عند رجالهم يعني اذا غلط الزوج خف عليه شوي لنفرض اذا غلطت المراه ربما يتنازل الزوج من اجل الاب والام لانه يرى منهم صلاحا ويرى منهم حبا ويرى يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الى بيت فاطمه وجد فاطمه وعلي بينهما خلاف علي رضي الله عنه خرج وترك البيت عشان لا تكبر المشكله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسال عنه فوجده في المسجد نائم فقال يعني اقامه فلما قام كان في ظهره تراب فقال له قم ابا تراب دلع بخلاف انه ابن عمه لكن هذا ماخذ فتنه كبدي فاذا جاءت بنتك تشكو متالم ومتضجر لا حتى لو كان عندك كلام خليه بينك وبين الزوج بس بين للزوج انك انت يعني محب له وان فانه يراعي ابنتك ويتقي الله فيه بس مجرد ما تجي البنت تشتكي تقوم انت تقلب الجبه عليه وكانه لم يفعل خيرا قط فلا فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا قم ابا تراب ويمسح التراب عن ظهره بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم هذا زوج بنتي مثل ابني لو كان هذا التعامل بيننا لما وجد هذا الخلاف لكن مشكلتنا عندما تحدث المشكله كل واحد يريد ان يخرج وياخذ حظ نفسه وهوى نفسه وامراه باتت وزوجها ساخط عليها هؤلاء الثلاثه لا ترفع صلاتهم عن رؤوسهم شبرا رجل اما قوم وهم له كارمون واخوان متصارمان متقاطعان من اجل الدنيا اما من اجل امر شرعي فكما بينت وان كان هناك شيء في النفس فليكن السلام فبالسلام تنتهي الاجره والقطيعه وامراه باتت وزوجها ساخط عليها اللهم اكرمنا رشدنا اللهم اكرمنا شرور انفسنا اللهم اعد الينا مجدنا برحمتك يا ارحم الراحمين اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد
فربما دعا أحدنا بدعوة وكانت أبواب السماء مفتوحة فيستجاب لها. وهذه أختنا التي دعت لزوجها ولنفسها ولأبنائها، كان في حينها باب السماء مفتوح وأراد الله وقضى وقدر أن يستجيب لها دعاء. فبمثل هذه الدعوات الطيبة نتعهد أنفسنا وأبنائنا، فلعلها تكون ساعة إجابة، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على نفسه أهله ولده، وقال لعلها توافق ساعة استجابة فيستجيبك أنت الذي تطلب. والشيء بالشيء يذكر، تعرضوا لنفحات ربكم فإن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعلها أوقات استجابة الدعاء فيستجيب الله. يحدثني أحد الأخوة يقول كنت في السيارة ومريت على أحد رجال المرور وأنا ماني رابط الحزام، يقول فقال والله غير تاخذ قسيمة، يقول قلت له يا شيخ والله الله يصلح حالك بس أعتقني اتركني يعني، قال والله غير تاخذه، قلت له الله يرحم والديك، الله يرحم والديك إنك تتركني، قال الله لا يرحمه. شوف بعض الأبناء والعياذ بالله، يقول فأعطاني القسيمة وقال روح عند الجندي هذاك، يقول رحت عند الجندي مجنب على جنب يكتب الرسالة، يقول قلت له يا أخي أعطاني قسيمة وأنا والله فأرجوك تكفى، قال والله ما أكبر كيف هذا الحين، قال والله يرحم والديك إنك تعتقني وتفكني، قال والله ما دام قلت له الله يرحم والديك والله لا أخرجك. شوف هذا وشوف ذاك، فلعلها كانت ساعة استجابة. هذا يقول الله لا يرحمه، نسيت سهر الليالي، نسيت التعب، نسيت الألم، نسيت الرعاية والعناية منهم، عشان تيجي في لحظة مثل هذه تقول كلمة مثل هذه. ثم ذاك قال له ما دام قلت لي واللي يرحم والديك والله ان شاء الله لا خرجك مني. ولذلك استذكر هذان الشابان اللذين يعني جو قالوا يا شيخ احنا نبغى نفرش الدور الارضي عن والدنا لانه متوفى. شوف هذا هؤلاء كيف يفعلون وشوف غيرهم كيف يفعل. وبعضهم تقول له تصدق عن والديك يقول لو كان في خير هو كان صدق عن نفسه. في مثل هذا. فتذكرت هذان الشابان، وإن شاء الله في شعبان كما قلت سنفرش المسجد بإذن الله، يعني نكمل ما بدأنا. ولكن هذان الشابان قالوا لي موقف أخوهم قال يقول يا شيخ عزمت على أني أتيك بالمبلغ حق الدور الأرضي، وأنا أقول لهما ولا زلت أقول المبلغ كله ينتفع ويفرش المسجد كامل فيكون لكم أجر في الدور الأرضي وفي الفوق، بلاش من التفرقة، يعني خلي الناس تدخل الجنة معك مثل ما واحد يقول لا أنا يفرش المسجد كامل يا بلاش، خلي الناس تدخل معك يا الجنة وتفرش. فالشاهد قال لي والله يا شيخ لما عزمت إني آتيك بالمبلغ وهو جاءني بالمبلغ جزاه الله خير، يقول كان لي عند أخي مبلغ مثل المبلغ الذي أردت وعزمت أن أعطيك إياه، يقول فكنت إذا أطلبه المبلغ يكلمني كأنه أسد، يقول والله يا شيخ هو عقاب هذا الجامع وهو معنا يسمع كلامي، يقول وأنا لما عزمت إني أعطيك المبلغ وأخرجته من يدي وأعطيته لأخي قلت وديه للشيخ، يقول وإذا بتليفوني يرن في نفس اللحظة، وإذا بالرجل الذي لنا عنده ذلك المبلغ يقول مروا علينا غدا لتأخذوا المبلغ الذي لكم في ذمته. يا الله في نفس اللحظة يسمع كلامي هو وأخوه، في نفس اللحظة يقول والله إني أخرجت المبلغ أعطيته بيد أخي بتوصله للشيخ، يقول ويرن جوالي بعدها وإذا بالرجل الذي لنا عنده المال يقول تعال
في مكة إنه ذاك الأسد الذي كان يكلمه كأنه حمل مديح يتوقعه. من قدم لله وكما قلت تقع في يد الله قبل أن تقع في المكان الذي تريد أن تخرجها فيه، المبلغ أو أي فعل تفعله لله يقع في يد الله قبل أن يصل إلى المسكين أو الفقير أو يصل إلى المكان الذي تريد. ولذلك هو في نفس اللحظة وقبل أن يصل إلى المبلغ جاء التليفون يقول له تعالى خذ معك ربي. كل من سأل ويساهم في فرش بيتك هذا وفي فرش بيوتك في كل مكان، اللهم افرشه ووالديه وذريته فرشا من الجنه. اللهم ربي كل من سأل ويساهم في فرش هذا المسجد، اللهم افرش قبره وقبر والديه وذريته روضة من رياض الجنه، انك على كل شيء قدير. في شعبان ان شاء الله سنفرش وان شاء الله سيكمل المبلغ باذن الله، وكل من ساهم ويساهم فاسال الله ان يبارك له في صحته وعافيته وفي ذريته وفي ماله، انه على كل شيء قدير. ثم صلوا وسلموا على سيد الخلق محمد، فان الله قد امرنا بالصلاه والسلام عليه وقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم امنن بالشفاء العاجل لكل مريض من اخواننا المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على